حدوتة أوشو مع محمد هنيدي. كان يا مكان يا سادة كرام، حاجات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى ما فيش غير حكايات أوشو. احنا جيل مش عاجبه حاجة، أعصابه حطها في التلاجة، ودماغه توزن بلاد وبيكبر قبل المعاد. جيل جديد وموده راية، لا بيتعصب ولا بيتضايق، فكك نفط خليك كول، اي مشاكل ليها حلول. أوشو هو اللي تعبنا، هيعلمنا وهيفهمنا، وهنسمع حكاياته في حواديت بتاعت جيلنا وفيها المفيد. كان يا مكان يا سادة يا كرام، حكايات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى مفيش غير حكايات أوشو. كان يا مكان. الواحد نايم في السرير كل ده لوحده، مفيش أخ يلعب مع الواحد ويسليه يا رب. الله، ايه ده بالسرعة دي؟ شكرا يا رب، شكرا. طب يا رب يا رب، أنا نفسي في بلاي ستيشن. ايه ده، هو فين البلاي ستيشن؟ ما جاش ليه؟ يلا بقى مش مشكله، المهم ان انا جالي اخ جميل. يكوتو بوتو 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 يا موتو. انت بتكلمني كده ليه يا عم؟ انت ما تتكلم عادي، وبعدين ايه كتب انتش دي؟ انا اسمي سيف. عاشت الاسامي يا سيف، اسمك حلو قوي. كتر خيرك يا اوشو. ايه ده، انت اتكلمت؟ انت هتستعبط؟ والله انت اتكلمت. بيتهيألك يا اوشو، بيتهيألك. حتى بص، حقيقي. انت ازاي بتتكلم وانت لسه بيبي؟ يوه، هو انا كل ما اكلم حد هيفتح لي تحقيق؟ دي عيشة زهق. هو ايه اللي عيشة زهق؟ انت لحقت. اما لما تكبر شوية بقى وتروح المدرسة وتعمل هوم وورك هتقول ايه؟ ساعتها يبقى يحلها حلال، حاجة تنرفز فعلا. يلا اقفل النور واخرج وسيبني اريح الساعتين اللي بعد العشر دول. ليه؟ هتنزل بالليل ترضى مع اصحابك على القهوة؟ دم خفيف قوي يا اوشو. شكرا يا عم. بقولك ايه، تحب لما تصحى تتغدى حاجة معينة؟ شوية مسقعة باللحمة المفرومة مثلا. تسلم ابو الاصول. ابو الاصول؟ ده انا ونفس سنك لما قلت على السكر اوكر عملولي حفلة. مالك يا اوشو، متضايق ليه؟ وانا هتضايق ليه يا عم؟ بعد ما كنت قاعد لوحدي في الاوضة جيت حضرتك وقسمت الاوضة معاك. قول كده، قول كده انك متضايق من وجودي. ما كانش العشم، وانا اللي كنت شايفك صاحبي وانتيمي اللي تسند عليه في الدنيا دي. خلاص بقى ما تعيطش والنبي. يعني وافقت تبقى صاحبي من وانا لسه بحبي؟ على اساس انك جاي جري، ما انت لسه بتحبي فعلا. بقولك ايه، انا هقوم اجيب لك اللبن اللي ماما محضرهولك. يا ريت، لحسن انا على لحم بطني من صباحيه ربنا. طيب تحب اجيب لك معاه قرنين فلفل او حته بتنجان مخلل كده تفتح نفسك؟ لا لا بلاش، عشان بيعمل لي حموده. ايه البيبي الموظف ده؟ شكلي جيت في الوقت المناسب، الحمد لله. ايه ده؟ ايه العيل ده؟ شكلي كده جيت في وقت مش مناسب، انا لازم استخبى. اما استخبى في الدولاب ده. بتعيط ليه يا سيف؟ انا جاي لك اهو. ايه يا سيف بتعيط ليه يا اخي؟ يا سيف ما تقولي مالك. اسمعني وما تردش عليا، في حرامي في الدولاب. ايه؟ بقولك في حرامي في الدولاب، في الدولاب. حرامي في الدولاب؟ مالك خفت كده ليه؟ ما تخافش، كل اللي هتعمله هتقفل عليه بالمفتاح. ليه؟ هتاخده وتروح؟ اخده ايه؟ انت اقفل عليه وانت حد كبير يخلصنا. لا لا يا سيف، مش اوشو اللي يخاف، انا هقول لك على حاجه تانية خالص. انا هفتح باب الدولاب وانت عيط قوي قوي، ها، واحدفه بلعبك وانا هحدفه بلعبي. يلا، واحد اتنين تلاتة. اي اي، طب اطلع لي من تحت السرير بقى ان كنت راجل. كنت
كمان. جاي تسرق بيت في اوشو؟ ده انت غلبان قوي. خلاص خلاص حرمت. طب سيبنا امشي. طيب اي اي طب خد بقى خد. اهرب يا سيف اهرب. اوشو اصحى يا اوشو. ايه ده انا فين؟ انا كنت بحلم ولا ايه؟ الظاهر كده. قوم بقى عشان اعرفك على ضيف جاي يقعد معاك شويه. ايه ده سيف؟ ايه ده انت عارفه؟ طبعا ده حبيبي. طيب هسيبه معاك شويه قبل ما انزل انا ومامته نجيب حاجه من تحت بسرعه ونطلع. براحتك يا ماما براحتك. يلا اهي مشي اتكلم بقى. يا سيدي قلت لك مشيت ومحدش شايفنا. يلا اتكلم بقى. طب خلاص هروح اجيب لك الفلفل وهو اللي يخليك تتكلم.